ما تبقى الآن مع معاذ محارب. من رحم الثورة ولدوا، عاشوا مع هذه الثورة انتصاراتها، عاشوا انكساراتها، تهجروا مع السوريين مع أهليهم أثناء تهجيرهم، كذلك عاشوا مع النازحين في خيامهم، علهم يوصلوا صوت هؤلاء المهجرين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قصص إنسانية من حياة مراسلي تلفزيون سوريا، وكذلك قصص أخرى من حياة ناشطين في هذه الثورة السورية، نجمعها لكم اليوم فيما تبقى. حياكم الله. قصة تهجيره هي اختصار لمأساة مئات الآلاف من أهالي ريف إدلب. مراسل تلفزيون سوريا أحمد أمين وثق رحلة تهجيره مع عائلته من جبل الزاوية. هجر من جبل الزاوية هو وعائلته أحمد أمين، بحث بحثا مريرا عن مأوى في مناطق تعتبر مجازا، مناطق آمنة. استغل البعض حاجته وحاجة أهله، استغلوها بفرض إيجارات بأرقام فلكية في ظل ظروف معيشية سيئة. نتابع ما وثق أحمد أمين في رحلة تهجيره. ليست متاهة ولا مكانا يقصده غرباء ضلوا الطريق، هم أهل لكن الطريق أضاعهم ورسم لهم حدوداً من قماش، فلم يعد هناك باب ليطرق ولا نافذة لتفتح. عدد كبير جداً 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 من الناس ما عم يلاقي مأوى، بالخيام، بيوت اللي ما مجهزة، بالأبوي، بالمداجن مثل ما الناس ساكنين هلا بهاي المدجن اللي قاعدين فيها. طبعا هاي المدجن اللي قعدنا فيها قطعناها لغرف. طبعا الاهالي اللي اغلبيتهم من مناطق جبل الزاوية قطعوا، كل ناس اخذت غرفه غرفه، بس يعني تقريبا هاي المدجن وحده فيها اكثر من 45 عائله. مراسل تلفزيون سوريا في ريف إدلب أحمد أمين يحكي قصة تهجيره مع عائلته تحت القصف على جبل الزاوية، ورحلة بحث طويلة عن مكان يلجؤون إليه. هذه الرحلة التي صاحب فيها مئات الآلاف من هجروا، فبات الوصول إلى مأوى ضربا من المستحيل. ننزل على مكاتب العقارية برمت إدلب، يمكن أكثر من 10 مكاتب، حتى البيوت على العظم اللي ما يمليس وما يمجهز لا بشبابيك ولا بوب ولا هيك الناس قاعدة فيه. عدد يمكن أكبر موجة نزوح بسوريا صارت بهالوقت، هذا عدد هائل جدا من الناس طلع كله باتجاه الشمال. عندما طرقت المصيبة بابه كان البعض نياما، أفلت العينان لدموعه تحكي خذلان العالم، ويقول لهم بقى لا انا اجرتك يا الف 100 دولار وعملنا عقد. يا موسى 100 دولار اذا بيجي ابنك بدك تدفع 100 دولار، بيجي اخو بدك تدفع 100 دولار، كل واحد بيجي بقى. هم اشبهوا برحلة حول العالم، ولكن في 80 ساعة اذ بات المأوى فيها عزيزا وقد ضاقت الارض بما رحبت. معنا من ريف إدلب مباشرة صاحب القصة أحمد أمين مراسل تلفزيون سوريا، كذلك معنا مصطفى الخلف ولديه وهو مراسل من ريف إدلب وكذلك لديه قصة، وكذلك معنا أيضا مباشرة مسلم السيد عيسى مراسلنا في إدلب وكذلك لديه قصة في التهجير. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك أحمد أمين، مرحبا بك. اعتدنا عليك وأنت تنقل لنا قصص الناس، معاناة الناس. اليوم أنت القصة أحمد.
الحقيقة معاذ انتشرت بالفترة الأخيرة هون، خاصة نحن المناطق اللي نسحت بالفترة الأخيرة. مقولة بتقول نيال اللي راح دوره، لأنه اللي الناس اللي نزحت بالبدايات فكان يمكن وضعها أحسن من وضع اللي نزحوا هلأ بهالفترة هاي. يعني أنت بتعرف أنه في عشرات المدن والبلدات اللي كانت كتير مليانة ناس وفيها كتير ناسحين اتجهوا باتجاه مناطق محدودة، يعني مناطق اللي باتت تقصد الناس هي مناطق محدودة على حدود السورية، يمكن سرمدة دانا دركوش وسلقين وحارم وهي المناطق، حتى مدينة إدلب اليوم فيها نزوح. فنحن يعني لما طلعنا من الضيعة كانت بجوز آخر، طلعنا مع آخر الناس اللي طلعوا، غياب الخدمات من نت و أحمد أنت ومن خرجت، أنت ومن خرجت، أنت ومن خرجت، اروي قصتك، أريد قصتك أنت. الحقيقة معاذ طلعت أنا، أهلي كنت مطلعون قبل تقريبا مدة شهر، لقينا بيت بقورقنيا منطقة على الحدود السورية التركية، ضليت أنا بالبيت أنا وأخوي أخي صغير. يوم اللي طلعنا أنا وياه وعمامي ثلاثي، وعمي كانت لسه عائلته كمان بقياني كمان، طلعنا وللأسف أنه صار في كتير غارات من الطيران، كان في 4 غارات بأطراف القرية وكان في غارتين بداخل القرية لقطعة الطريق علينا باتجاه بلدة الرامي. يعني وصلنا وقت اللي ضربت الغارة الثالثة طلعنا باتجاه بلدة الرامي، كان الطريق مقطوع بسبب الركام أنه كان في تنفيذ غارة، غيرنا الطريق على فريكيا المغارة وهي المناطق. محطة النزوح الأولى كانت هي بلدة الرامي، لكن الحقيقة بعد يومين من جلوسنا ببلدة الرامي كمان صار في نزوح، لأنه صار في من الصعب الحركة بسبب وجود الحرب الرشاش، وكان في قصف مدفعي عنيف لأنه النظام صار على أطراف جبل الزاوية القسم الشرقي وهي منطقة الدانا. فالمحطة الثانية من 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 رحلي كانت باتجاه مدينة إدلب ومدينة معارض مصري. نحن بالمجني اللي شفتها على الفيديو هي تقريبا كل أهل ضيعتنا من عمامي وعماتي وقرايبينا كلياتهم كانوا ساكنين بهي المجني، قطعناها لغرف لأنه للأسف ما يعني ما صعب جدا جدا إنه تلاقي مكان، وكل عائلة بغرفة في هذه المجنة تقريبا كل عائلة يعني غرفة من 4 أمتار وفيها قسم صغير بحدود المترين، هي يعني تقريبا مثل المطبخ. كم دفعت إيجار اللي كنا فيها؟ كم دفعت إيجار هذه الغرفة؟ نعم، إيجار هذه الغرفة كم دفعت؟ بكم استأجرتها؟ الحقيقة هي 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 المكان اللي كنا فيه هو كان تبرع من احد اهالي معارض مصرين، وهي من الناحيه الايجابيه الحقيقه بعد انتشار موضوع الاستغلال اللي كثير صار بالفتره الاخيره، لكن دائما في هنيك شغلات مشرقه بتضل على بالناس، يعني لسه الدنيا فيها خير. فهي كان حتى هذا الشخص اعطوه 2000 دولار امريكي باجار هذا المكان اللي كنا موجودين فيه ورفض ان يسكن فيه الناسحين. وكان من نصيبنا نحن اهالي قريه شنان، يعني تقريبا كنا 45 عائله موجودي بهذا المكان. 45 عائلة في يعني كل 45 عائلة في هذه المجنة؟ 45 عائلة في هذه المجنة تم تقطيع على غرف، وكل عائلة أخذت يعني حيز من 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 هذا المكان. بالفترة الأخيرة صار في نستقبل الناس لأنه كمان ما 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 صار يعني ما يلاقوا مكان يلجأوا عليه، فصار في ضمن الحرم تبع المجنة صار في خيام أكثر من 10 عائلات أيضا نصبوا خيام بالحرم تبع المجني وقعدوا فيها. يعني الحقيقة بس في شغل معاذ، أنه سكرات النزوح الأصعب كانت اللي شفته من خلال جلوسنا مع الناس ونومنا وأكلنا وشربنا كان معهم، هو كانت أكثر شيء على الكبار في السن، يعني أكثر من دائما عم يحكي عن بيته وعم يحكي عن أرضه وعم يحكي عن المكان اللي عاش فيه كل حياته، والدمعة دائما موجودة بعينه. يمكن شفت هذا القصص، نحن ما كثير يعني حسنا نوثق كل الجلسات اللي كنا نقعد فيها، ودائما انا كنت يعني تقريبا حاول انه ازرع الامل بقلوب هذول الناس انه العوده قريبه وانه راح نرجع وان شاء الله. ماذا يقولون هؤلاء عندما تقول لهم هذا الكلام؟ خاصه انا كنت اتقصد خاصه هذا الكلام للكبار بالسن، لانه مثل ما قلت لك كانت ما هي ردة فعلهم؟ ردة الفعل الدعاء بالعودة القريبة فقط. طيب، انه نتمنى انه نرجع كيف من كان، ما عاد بدنا انه بس نوصل للبيت، حتى لما الناس صارت توصل على الضيعة ويعني يستغلوا الظروف الجوية الضباب والمطر وهيك في غياب الطائرات الحربية وطيران الرشاش، كانوا يوصلوا الناس بس بصورة للبيت، صورة للأرض، صورة للشجرات اللي حوالي البيت، صورة للمكان اللي فيه، بس
بيقعد بيتفرج على الفيديو اللي تصور دقيقة أو دقيقتين، وبتشوف دموعه عم يبكي على الصورة اللي اجته من الضيعة، لأنه ما عاد يحسن يروح ويرجع عليها. طيب ابقى معي أحمد أمين، أذهب إلى مصطفى الخلف مراسلنا كذلك من ريف إدلب. مصطفى تهجر ونزح كذلك، مصطفى لديه قصة، نتابع قصة مصطفى ونعود للنقاش معه. لا لطيف. لم يكن ما يتعرض له من غارة تنزل بجانبه أو ما يشاهده من معارك عنيفة شيئا غريبا يعيشه مراسل تلفزيون سوريا مصطفى الخلف، بل هي طبيعة الحياة الصحفية التي اعتاد عليها مراسل ميداني، حتى بات هو بطل القصة التي ينقلها. بالأوقات اللي ما فيها قصف ببلش يومي من فنجان القهوة والشعر. يعيش مصطفى الخلف أيامه بين المهجرين يرصد معاناتهم وآلامهم لنقلها. مصطفى الخلف، تلفزيون سوريا، ريف إدلب الشمالي. أو مع المقاتلين على الجبهات التي تصد محاولات النظام في التقدم، إذ سبق أن تعرضت حياته للخطر عدة مرات. الحياة بتكمل بحلوها ومرها. ومع أنه يعيش بين المهجرين، إلا أنه لم يتمكن من إخفاء دمعاته على الهواء مباشرة، وهو ينقل على الشاشة ما يمر به السوريون في إدلب من ظروف عجزت الكلمات عن وصفها، فنقلها بدموعه. حتى في هذا اليوم تسلب فرحتهم منه. مصطفى يعني الخلف، ما ما, ما ما لا يوجد أشد من هذا، ولا يوجد أقسى من هذا علينا نحن، على أهلهم وعلى أبائهم وعلى كل من يعيش في هذه المنطقة. إن شاء الله في القريب العاجل، ولا نقول العيد القادم بل قبل العيد القادم، تخرج معنا على الهواء مصطفى الخلف، وتكون هذه الدموع هي دموع فرح. مصطفى الخلف، هل تذكر يوم في العيد التقيتك وبكيت؟ بكيت وأبكيت الناس على الهواء مباشرة. اليوم أنت نازح ومهجر، اروي لي قصتك. أتذكر جيدا في هذا الفيديو مصطفى، كنت يعني ممتلئ بالأمل رغم كل دموعك ورغم كل قهرك، كنت ممتلئ بالأمل. ربما السؤال هنا يعني يبدو سؤالا غليظا، هل ما زلت على هذا الأمل؟ بلغ القهر منتهاه يا عزيزي. في الحقيقة يعني كنا نعمل طوال الفترة الماضية، وكنا يعني الحياة مقسومة إلى قسمين، ولكن الجانب العملي هو نقل صورة الناس ونقل الحياة المريرة التي يعيشها معظم السكان هنا ومعظم الأهالي. يعني عندما نفقد الأمل ولو بجزء بسيط، كان يأتي من يشجعنا بإشارة واحدة من سيارة مهجر وهو يمشي على الطريق. نحن باقون، ما زلنا هنا. طبعا أنا من قرية زراعية، من بيئة ريفية بمدينة إدلب. الآن قريتي هي خط اشتباك بين قوات النظام وفصائل المعارضة، مثل كل الناس يعني بآخر الفترات اللي قدرت ممكن فيها أني أخذ كم يعني غرض من البيت. حتى عدتي الشخصية، العدة اللي عم يشتغل فيها، ما قدرت طلعها كلها بسبب القصف والاستهداف المتواصل للقرية. كنت موعود ببيت، ولكن للأسف ما يعني فشلت، فاضطريت أنه أنقل أهلي إلى مخيم على الحدود السورية التركية، وبقينا هون بالقرب من جبهات كيف حال أهلك في المخيم؟ كيف يعيشون؟ نكمل. في الحقيقة معاذ، مثلهم مثل كل الناس، يعني حياة المخيم حياة صعبة، يعني بتفتقر لأي شيء. ولو نوجدت الخيمة مثلا شادر، والآن درجات الحرارة متدنية جدا، البرد، النزوح، التهجير. بس ولكن آخر مرة معاذ طلعت فيها من البيت وطلعت فيها من المكان اللي كنت أطلع منه لايفات، آخر شيء شفته هي شجرة الزيتون. في الحقيقة كان جدي يصعب عليه كثير أنك أنت تقلع شجرة زيتون حتى لو بدك تعمر. فمنها نحن بنستمد في الحقيقة الأمل، لأنه نحن مثل هاي الشجرة راسخين في هاي الأرض، وهي الأرض لنا، وبالتالي من هون نحن دائما بتجينا الطاقات الإيجابية من هذا، من هاي الأماكن ومن هاي الخضرة اللي بنشوفها. وإدلب يعني شجر الزيتون هو اللي أعطاها وصفة، إدلب الخضراء، وبالتالي راح تبقى خضراء إن شاء الله حتى لو بقي يعني خلينا نقول أمتار
قليلة إلنا بهاي الأرض، ولكن الأمل موجود والأمل بالله عز وجل بالنهاية. جميل. الآن انضم إلينا مسلم السيد عيسى مراسلنا كذلك من ريف إدلب. قبل أن أذهب إلى مسلم، أحمد أمين باختصار شديد، هل عانيت في مسألة إيجاد بيت استئجار؟ هل استغل عائلتك أحد الآن باختصار أحمد؟ الحقيقة أول ما بلشت دور على بيت بسرمدة لقينا مكان، بس كان الأجار كتير يعني مرتفع، حوالي 200 دولار تقريبا، وما أخذنا البيت بسرمدة. رحنا على منطقة قورقانيا، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني هيأنا كمان حدا أعطانا البيت ورفض أنه يأخذ. طيب جيد. أجار جيد جدا. مسلم السيد عيسى مرحبا بك، لك قصة تهجير كذلك، ارويها لنا لو تكرمت. مساء الخير معاذ. مرحبا. وللزملاء، يعني الحقيقة أنا قد أكون أوفر حظ من زملائي أحمد ومصطفى، كانوا لسه حتى الآن قاعد بمدينتي مدينة إدلب، لكن أنا خارج بيتي نتيجة من أيام طويلة، نتيجة وجود نازحين أصلا، عوائل نساء وأطفال، أثرنا أنه هن يقعدوا بالبيت ونحن نطلع نكون خارج البيت حقيقة. فمن بدء يعني حركات النزوح حتى الآن أنا خارج بيتي، خارج حياتي الخاصة. أين تسكن يعني؟ أين تقيم مسلم؟ أين؟ والله بالحقيقة والواقع كل يوم في مكان، يعني فعليا بالضبط يوم في مكان، الأصدقاء، البيوت، الشباب، الأصدقاء إلى آخره، كل يوم شوف حدا ممكن يستقبلني ويعني بروح لعنده. هذا الواقع فعلا، لأنه يعني مثل ما قلت أنا قد أكون أوفر حظ أنه أنا حتى الآن ما طلعت من بلدي أو من مدينتي، ولكن فعلا أنا من لما بدأت حركات النزوح أنا خارج بيتي. الوضع يعني شمل الكل، سواء اللي بقيوا داخل بيوتهم أو مدنهم واللي نزحوا. فعلا يعني الكارثة أكبر من أنه توصفها الكلمات، لكن نحن كنا أول المتأثرين مثلنا مثل كل الناس، يعني كل شيء ينعكس علينا بشكل مباشر سواء أو على عوائلنا. طيب الآن مسلم السيد عيسى، أحمد أمين، مصطفى خلف، رويتم قصص نزوحكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهوا من هذه المعاناة ونعود ونلتقيكم كذلك على الهواء مباشرة، وكل في بيته وكل نازح في هذا البلد. شكرا جزيلا لكم. وثقت الأمم المتحدة تهجير ما يزيد على 800,000 مدني منذ مطلع كانون أول الماضي وحتى شباط الجاري بسبب اجتياح روسيا ونظام مناطق الشمال السوري. هذا ما وثقته الأمم المتحدة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 167 شخصاً منذ 2011 بسبب البرد القارس. الآن معنا الناشط والحقوقي فهد المصري من إعزاز. أستاذ فهد مرحبا بك. تحياتي أستاذ معاذ لك وللسادة المشاهدين. للتصحيح الاسم، المحامي فهد الموسى. فهد الموسى، نعم عفوا، أهلا بك أستاذ فهد. تحياتي أستاذ معاذ. الآن الحال في إعزاز كيف هو؟ أنت نازح، نزحت، هل لك قصص في النزوح؟ هل جربت النزوح والتهجير؟
طبعا استاذ معاذ، انا اعاني للنزوح للمره الرابعه على التوالي. بدا نزوحي من مدينتي، من طيبة الامام، في عام 2012 عندما كانت خط اشتباكات ما بين فصائل الجيش الحر وقوات نظام الاسد. طبعا نزحت بعدها عده نزوحات حسب تغيرات المعارك، حسب التغيرات الجغرافيه، نزحت الى الاتارب، الى معارك حرمه، الى لجأت الى تركيا سنه كامله، ومن ثم عدت الى داخل سوريا. عدت الى داخل سوريا، نزحت الى معارك النعسان، وبتاريخ 3/2/2020 طبعا بدايه هذا الشهر اشتد القصف حولنا والطيران فوقنا في معارك النعسان. استيقظت صباحا واذا بوالدي لم ينم طول الليل من الطيران فوق في الاجواء. كان الخوف شديد طبعا على الاطفال، لذلك طلب مني تامين سرفيس لتامينهم خارج المنطقه. طبعا امنت سياره مباشره خلال ساعه بصعوبه نتيجه جميع حركه الشارع كلها، يعني تعيش حاله قهر، حاله نزوح، تحاول الخروج خارج المنطقه. طبعا اتصلت مع اصدقائنا في الباب، كان هناك صديقنا ابو سعيد غزول الحقيقه قام باستضافتهم على اكمل وجه ووضعنا في عيونه، إلى أن قمت أنا بالبحث عن منزل في عزاز. طبعا بعد جهد جهيد ومن خلال زملائي المحامين في عزاز تم تأمين منزل، وقمت بترحيل أغراض منزلي تحت القصف والطيران. بنفس بعد 3 ساعات من تأمين أهلي تم قصف معارك النعسان بالحرب الرشاش من الطيران الروسي، واستشهد شاب في معارك النعسان في حينها اسمه عامر معدل. طيب. فكان الجو جدا خطير، ويعني النزوح صعب، ومرارة النزوح صعبة جدا. أستاذ فهد، وإلى الآن أنت مستقر في عزاز؟ حاليا طبعا حاليا استقريت في عزاز، ربما أنا أقل صدمة من الآخرين. طيب. لأنني الآن كم نزوح أنت نزحت؟ يعني 6 نزوحات، أنا حاولت أن أحصيهن، 6 أو 5؟ تقريبا 4-5 نزوحات نزحتها خلال من عام 2012 حتى الآن، فممكن أنا تعودت على النزوح، على آلام النزوح أكثر من بعض المناطق التي طيب. هي أول مرة تنزح. سأعود لك يعني أسألك عن تفاصيل أكثر، ربما التفاصيل أكثر إلى ما في، تقول لي 4-5 نزوحات خلال 3 أو 4 سنوات، وهذا أمر إن شاء الله صابتون. وهذا أمر شاق. الآن ننضم إلينا كذلك الصحفي من ريف حلب عمار الجابر. عمار مرحبا بك. أهلا بك يا أخي عمار. نحن كنا يعني نعتاد على أن نأخذ الأخبار منك، آخر تفاصيل المعارك. اليوم أنت نزحت مع من ينزحون، أليس كذلك؟ صف لي هذه الرحلة عمار. هناك مشكلة. هناك نعم مشكلة. أسمعك جيد. طيب أسمعك. سمعت سؤالي؟ لا ما أسمع السؤال عمار. كنا معتادين انه احنا ناخذ منك تفاصيل المعارك، اخبار حتى اخبار النزوح، الناس المهجرين، نعم. الشهداء، الجرحى. اليوم انت نازح. نعم. كيف نعم هذه القصه؟ اروي لي هذه القصه، قصه نزوحك، كيف وما هو شعورك؟ في الحقيقه انا في البدايه مهجر من مدينه حلب في نهايه 2016. خرجت من المدينه بعد سيطره قوات النظام عليها. طبعا استقريت في مدينه الاتارب بريف حلب الغربي. طبعا هذه المدينه تتعرض لقصف منذ اكثر من شهر تقريبا. هذا الامر الذي اجبرني للخروج انا وعائلتي من هذه المدينه. طبعا قمت بتامين عائلتي في منطقه عفرين، وعدت مجددا الى التغطيه والعمل في مناطق ريف حلب في ظل هذه الحمله التي تشهدها هذه المناطق. طبعا الحقيقه انا يعني مشرد بين كل يوم تقريبا اكون في مكان، يعني ليس هناك مكان استقر به بشكل مستمر، ولكن يعني هذه طبيعه. تضحك لكنك تضحك عمار، تضحك. يجب طبعا 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 نحن ان شاء الله يعني رغم كل هذه الظروف التي تحصل معنا لاننا يعني ان شاء الله ثابتين، وسنستمر بتغطيتنا وسنستمر بنقل الحقيقه كما هي حتى نكون لسان حال
هؤلاء المدنيين تحديدا الذين حقا يعانون من ظلم نظام الأسد وظلم الاحتلال الروسي في ظل هذه الحملة التي تشن على ريف حلب. قلت لي أخذت عائلتك إلى عفرين، مسألة تأمين منزل لعائلتك كانت صعبة سهلة كيف؟ في الحقيقة الأمر كان صعب في البداية في ظلها حملات النزوح وحملة التهجير الأخيرة. معظم المناطق أصبحت مكتظة بالسكان، يعني لا يوجد أماكن لتأمين المنازل. يعني استغرق الأمر أكثر من 10 أيام حتى استطعت تأمين منزل لعائلتي، ومن ثم كم دفعت إيجاره؟ يعني كم دفعت إيجار هذا المنزل؟ في الحقيقة يعني الأجار حتى اللحظة ما لا يوجد أجار، حتى اللحظة لم أدفع أجار على الله. في هذا المنزل. نعم. طيب أذهب الآن أعود إلى الأستاذ فهد الموسى من إعزاز. أستاذ فهد، أصعب لحظات النزوح التي خلال 4 أو 5 نزوحات التي قمت بها قصرا باختصار شديد، ما هي، ما الذي تذكره؟ طبعا التوديع هو اصعب النزوح، ودائما يكون النزوح الاول في عام 2012 عندما نزحت من مدينه طيبة الامام وغادرت مشارفها وانا اجلس مع اولادي الصغار واطفالي وزوجتي. كانت مشارف، كنت في سياره كيه تم تاميني من قبل الجيش الحر خارج المنطقه، فكانت مشارف المدينه يعني تطل بشكل الحقيقه وداع مؤلم. لكن بعدها تعودنا على موضوع النزوح، تعودنا على آلام النزوح، لأن ونعرف من لحظتها أن معركتنا أصبحت معركة طويلة مع كل هذه القوى التي تترصد بالثورة السورية ومع دول عظمى. لذلك ثورتنا هي من أعظم الثورات، وبالتالي هي ثورة لن تموت ولن تهزم، ونحن مستمرون وباقون إن شاء الله. الأستاذ فهد الموسى عبر سكايب معي، كنت من إعزاز، شكرا جزيلا لك. وكذلك كان معي عمار، ما زلت مبتسما الحمد لله، سنبقى مبتسمين إن شاء الله. هذه الثورة إن شاء الله مستمرة رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها، إلا أننا إن شاء الله مستمرون. إن شاء الله عمار جابر نلتقيك مرة أخرى ونراك مبتسما على حق، ويكون انتهى تشردك وتشردنا نحن جميعا، هذا الكوكب السوري كله أصبح متشردا. شكرا جزيلا لك. انتهى ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جلسة أمان الله.